هادو شقق اللي كيندرجوا في اطار السكن المتوسط وبفينيسيون اللي هي راقيه، فينيسيون اللي هي مضبوطه. علاش كنقول مضبوطه؟ ان كل حاجه لقيتها في هذا العقار محطوطه في بلاصتها. هنا كنتواجد في احدى العمارات اللي فيها جوج ديال المصاعد، فيها مرآب ديال السيارات وكذلك كاميرات مراقبه. اما المدخل ديال هذا العقار فهو رائع من ناحيه ديال الديكورات اللي داروا فيه. الشقه ديال اليوم اللي عزلت لكم فيها 111 متر مربع، مساحه اللي هي مطلوبه ومطلوبه بزاف، وجايه بجوج ديال الواجهات. كنقول لكم ان هناك مساحات اقل ومساحات اكبر في هذا العقار. إذن سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقاريه المختلفه في قناتكم أفعل. اليوم كنتواجد بكم بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس اقدم لكم التحيه والسلام اينما كنتم، وتنقول لكم مرحبا بكم في هذه المدينه، مرحبا بكم في العقارات في مدينه مكناس. اجيو شوفوا معي هذه العقارات، لربما يعجبكم شي عقار وتقتنعوا. بالنسبه هذه عندي الغرفه ديال الوالدين، غرفه الوالدين فيها الحمام ديالها، فيها لافابو ديالها، وللاشاره العقار اللي كنقوم بالتصوير ديال اليوم راه مازال في اطار الانجازات النهائيه، ومع ذلك تيبان رائع. بحال هاد العقارات هما بصح اللي تنشرح لهم الصدر، هادو هما العقارات اللي تنقلب عليهم، ولكم الحكم في لي كومونتير ديالكم. واللي بغى يشوف هاد العقار عن كثب فمالي الاتصال والتواصل معي. بالنسبه للفينيسون اللي تحطات لي هنايا، بالنسبه في الارض دايرين فيها لي في باركي ولا كما كنقولوا عليه ايحاءات الخشبيه، كاين لي سبوت اللي مازال ما تركبوش 100%، بلاكار اللي واجد في لي زيتاجير ديالو كلهم واجدين موجودين. بالنسبه للمساحه ديال هذا العقار، المساحه كما قلت فيه 111، اما بالنسبه للثمن هو 680,000 درهم. واللي بغى يشوف هذا العقار كنعاود ها هو الرقم لتحت، وراه الثمن تيكون فيه شيئا ما من النقاش. الابواب اللي داروا في هذا العقار ابواب اللي هما ممتازين، ابواب اللي كيجيو فيهم واحد التناسق كبير مع الديكورات العصريه اللي ولات كدير في الشقق. وهذا العقار راه تيتواجد في مدينه مكناس بالضبط على مقربه من واحد من اكبر الشوارع، على مقربه من شارع محمد السادس، وعلى مقربه من حي كامليا. كما قلت في الاول راه كاين عقارات اخرى، هذه فيها 111، كاين عقارات مثلا فيها 105، كاين اللي فيها 104، وكاين اقل من هاد المساحه. شوفوا معايا المطبخ ديجا ديال هاد العقار، المطبخ اللي هو كبير لي زيتاجير ديالو ولا لي بلاكار ديالو بجوج ديال الالوان، اللون اللي غادي يتناسق مع الزليج، واللون التحتاني هو اللون الخشبي اللي كي غادي يتناسق مع لون الابواب. دقة، هذا هو الشيء اللي كتميزو ولا كيمتاز به هاد العقار ديال اليوم. عندنا بالكون مطبخ خارج من المطبخ، وجي يطل على شارع واحد الشوارع اللي هما كبار. اما بالنسبه للمرافق مثلا من ناحيه ديال المدارس، ولا من ناحيه مثلا ديال المحلات التجاريه، ولا من ناحيه ديال المواصلات، فكل شيء كيتواجد على مقربه من هاد العقار. هاد العقار مازال في اطار الانجازات النهائيه ديالو. دابا غادي تشاهدوا معايا الغرفه الثانيه، غرفه رقم 2، هي هذه اللي جات بواجهتين، غرف اللي هما كبار ماشي غرف اللي هما صغار. العقار فيه 3 ديال الغرف، إذن أعزائي المشاهدين كنتمنى يعجبكم العقار ديال اليوم. عندنا الغرفة رقم 3 الأخيرة في هذا العقار، ونبغي نعاود نذكركم أهم المعلومات اللي المساحة عندنا اليوم. العقار اللي شفنا في المساحة في الأوراق هي ديال 111 متر مربع بثمن ديال 680,000 درهم بمدينة مكناس على مقربة من شارع محمد السادس. كنقول لكم أعزائي المشاهدين دمتم في رعاية الله، كنتمنى نشوفكم هذا العقار، وإلى اللقاء في عرض مقبل إن شاء الله.